مشاهدينا الكرام سوف ننقل لكم البث المباشر لمباراة الأسي الإيطالي ضد فريق بروسيا دورتموند الألماني في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكن قبل مشاهدة المباراة لا تنسوا دعمنا بك في هذا فهذا يسعدنا كثيرا وشكرا لكم ملعب المصطفى للمباراة ملعب استاديو جيزي ميزا بميلانو توقيت المباراة سوف يكون في الساعة 9 ليلا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودي وقطر وإمارات وسوف تنقل المباراة على قناة بي إن سبورت وحيد الناقل الحصري والبث المباشر لهذه المباراة تجدون البث في صندوق الوصف نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا دعمنا بالإشتراك بقناة ونضرب لكم مواعيد في موعد قادم